هلا صار الوقت ان نرجع لفلسطين والزميله زينه صندوقه وضيفتها الكريمه او ضيفتها طبعا ماهره الدجاني لليوم، ورح تحكي لنا عن مؤسسه دار الطفل العربي. زينه مره ثانيه صباح الخير. صباح الورد لين، يعني للأسف هاد حالنا وهاد واقعنا المرير، يعني انقطعت الكهرباء وهذا بسبب الاحتلال، بلشت قطع الكهرباء على مدينة رام الله. عموما مكملين صباح حبرئة فلسطين الثانية اللي بيبدد الحدود وبيعبي الطريق ضفة النهر المقابلة بالورود. يعني هذا الارتباط العضوي اللي حرص ولا زال انه يكون الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقالها عيوننا إليك، وإحنا بدورنا بنرفع شعارنا دوما عيوننا للقدس للبوصلة تسهر لأجل راحة ابنة فلسطين المدللة. يعني القدس احتلت 22 مرة وبقيت شامخة كشموخ السور، لأنه ببساطة هالأرض ما بتنبي الظلم، فاختصر طريقك يا ظالم وارجع لأدراجك مدحور للبيت في رب بيحمي، وأيضا جنود سخرهم على هاي الأرض بأرواحها بتفديه. خلينا نحكي قدي في إعجاز إلهي في غريزة أمومة الوطن، فكيف لو كانت فلسطينية أضيف عليها وسام إنها مقدسية بكل ما أوتيت من قوة، راح تقدم الغالي والنفيس للقدس عطاء لا محدود وبدون مقابل. هالمعاني تختزل بحق ماهرة الدجاني، ابنة نكبة القدس وأخت شهيد دافع عن القدس وثراها. قضت معظم حياتها وهي بتدعم بحركة المرشدات، وكانت متطوعة وعضو في جمعية إنعاش الأسرة، ولازم نذكر عفوا أنه ألفت كتب في موضوع حركة المرشدات، منها عالم الزهرات والمرشدات، تسالي وألعاب مرشدات وغيرها، واليوم عم بتحضر لكتاب الأمثال الشعبية. أيضا هي كانت موجهة في وزارة التربية والتعليم. من أكثر من 26 سنة الست ماهرة الدجاني انتخبت لتكون رئيسة مجلس أمناء مؤسسة دار الطفل العربي المقدسية من بعد وفاة المرحومة رائدة العمل التطوعي الست هند الحسيني. بداية يسعد هالصباح. يسعد صباحك وصباح رام الله كمان. احنا شبدنا في انه كل الاستوديو اليوم مملينا بركه، اهلا وسهلا فيك، نورتينا ست ماهره. الله يخليكم. مؤسسه دار الطفل العربي بندرج تحتها مدرسه، متحف التراث الفلسطيني، وايضا دار اسعاف النشاشيبي. وكمان في عندك القسم الداخلي للمدرسه، الحضانه والروضات، 7 روضات في عنا. هاي السنة بتحتفلوا في عيدها 72؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله عم بنحضر منشان نحتفل بال 72 سنة على تأسيس دار الطفل العربي. خلينا نبلش في أصل الحكاية. بسنة 48 قررت الست هند الحسيني تأسس هاي المؤسسة لإيواء أو توفير إيواء لأيتام مذبح الدير ياسين. نعم. اليوم المدرسة بالإضافة لدورها الأكاديمي، احكي لنا عن دورها الإنساني. والله هي طبعا من أهداف دار الطفل العربي إنها تهتم في اليتيمات من بنات فلسطين. هذا واحد من أهدافها. وأهدافها الثانية إنها تعلم البنت الفلسطينية تعليم اللي يخليها تعتمد على نفسها. كمان من أهدافها الحفاظ على التراث الشعب الفلسطيني، طبعا تزويد البنات بالأخلاق وبالعادات وبالمهارات اللي تخليها تعيش حياة كريمة. وذكرتي مدرسة داخلية فيها. نعم، ففي عنا القسم الداخلي. القسم الداخلي أنشئ من أول، يعني أول ما بدأت دار الطفل بدأت بالقسم الداخلي للأطفال 55 اللي نجوا من مجزرة دير ياسين. بعدين تطورت، صارت تأخذ أطفال من جهات، أيتام من جهات تانية، لأنه صار في عنا أيتام بحيفا وبيافا وبالقدس وبالقرى اللي حول القدس، فكلهم كانوا يصفوين في دار الطفل. أنا بدي أحكي من وقت ما استلمت دار الطفل، لما استلمتها سنة 95 بعد وفاة الله يرحمها المؤسسة هند الحسيني، ودايما بقول زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون، يعني ست هند بنت وعمرت ونحن إن شاء الله حفظنا بس إن شاء الله نزيد. لازم نحكي أيضا ست ماهرة عن المدرسة وكيف بتعرفي الاحتلال بيعمل على تسميم المناهج وفرض المناهج الاحتلالية على مدارس القدس. كيف نجحت مدرسة دار الطفل تحافظ على المنهاج الفلسطيني؟ والله نحن حافظنا على المنهاج الفلسطيني لأنه ما قبلنا ناخد مساعدات من الاحتلال. نحن يمكن المدرسة الوحيدة أو الجمعية الوحيدة اللي ما بتاخدش مساعدات من الاحتلال. لا، نحن نعتمد على تبرعات أهل الخير، جمعية خيرية تعتمد على تبرعات أهل الخير، والحمد لله
لسه في ناس فيهم خير زي ما قال الرسول ما زال الخير في أمتي إلى يوم القيامة. فنحن نعتمد على تبرعات أهل الخير. يعني أول امبارح في ناس كانوا لهم فترة مش باعتين مصاري، ما شفت إلا واحدة جاي وجايبت لي المبالغ اللي كانوا يدفعوها كل سنة. ما اعتمدتوا على وزارة المعارف الاحتلالية؟ لا 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 لا، وهيك ما قدرت تفرض عليكم؟ لا ما بتقدر تفرض علينا، أو طبعا لحد هلأ بنعرفش إيش بكرة بيصير، أما لحد الآن نحن ما بتقدر تفرض علينا أي شيء. بنعلم المنهاج الفلسطيني وكل نشاطنا بيهتم في الهوية الفلسطينية وتثبيتها لدى بناتنا. خلينا نروح للمتحف، متحف دار الطفل، متحف التراث الفلسطيني، هو المتحف الوحيد بالقدس لجانب المتحف الإسلامي في الأقصى. نعم. شو بيضم مقتنيات وكيف حصلتوا عليها وجمعتوها ست ماهرة؟ والله شوفي، هي من الأساس كان في بادين مجموعة من الستات أو من رجال وستات من القدس اهتموا في جمع بعض المواد التراثية، وبدوا بجهة معينة، بعدين نقلوا لباب خان الزيت، كان في هناك مطحنة حطوا حولوها لمتحف، لكن صارت الحوادث ما قدروش يكملوا، ثلاث أرباعهم خرجوا من البلد، فأخذوا هالأشياء هاي اللي موجودة وودوها على المتحف الفلسطيني اللي هلأ بسموه روكفلر. بعدين مدير المتحف هداك ودهن على شركة الكهرباء، شركة الكهرباء صاروا يسألوا وين بدنا نروح فيهن. ست هند الله يرحمها قالت لهم هاتوهن. فأساس متحفنا هو المتحف. شو بضم؟ بضم أدوات زراعية، أدوات منزلية قديمة، يعني الطبق القش والجونة الخابية، بالإضافة للزي الفلسطيني. بعد هذا جزء منه أدوات الزراعة، بعدين الملابس الفلسطينية من جميع أنحاء فلسطين. يعني عنا نحن توب بيت دجن، يا سلام، وهذا بتلاقيهوش موجود عند الناس. طبعا بيت دجن القرية المهجرة اليافوية اللي بيافة. نعم صح. طب خلينا نروح أكثر لموضوع المتحف، وإيش هدفكم من وجود مثل هيك متحف بالقدس خاصة مع عملية التزوير ست ماهرة؟ أول إشي إثبات إنه نحن موجودين في فلسطين من قبل مئات السنين موجودين هون، وإنه هذا التراث تراثنا. ففي كتير أشياء قديمة يعني عمرها 100 سنة و 200 سنة و 300 سنة من الأشياء اللي نحن بنعرضها. فهدفنا أنه نفرجي أولادنا حتى يتعرفوا على تاريخهم ويتعرفوا على تراثهم، لأنه ابتعدوا عنه كتير، صار في أشياء حديثة هالأيام. ونفرجي الأجنبي اللي بيزور فلسطين يجي يشوف تراثنا كيف كان من زمان. حلو. يعني نحن مش بس شاطرين بالتطريز، في عنا أشياء كتير تراثية. يعني لو جيت اطلعت على الأشياء اللي بيصدرها المتحف، في عمر بيصدر كتب عن أشياء قديمة كانت في القدس مش في فلسطين كلها، مهتمين نحن بالقدس. فرضا الطباعة في القدس من إمتى بدت، في عاملين كتاب. الملابس من إمتى بدت، الأطباء اللي يشتغلوا في القدس واشتهروا بالقدس مش في كل فلسطين، في القدس، المحاميين. جميل. ست ماهرة خلينا نروح لموضوع دار إسعاف النشاشيبي. سعيتي لترميم المتحف ودار إسعاف النشاشيبي عام 2011، هذا الأثر خلينا نقول اللي زاره كتير من العلماء والأدباء. نعم. اليوم حول لمكتبة وطنية كبيرة، تحكي لنا عن ميزة هاي المكتبة وميزة الكتب اللي فيها. والله دار إسعاف النشاشيبي لها دور كبير، ونحن حابين يعني الناس تعرف عنه أكثر. في عنا مخطوطات، وهذه المخطوطات تبرعوا فيها جماعة من أهل القدس اللي لهم مكتبات، تبرعوا في مخطوطاتهم لدار الطفل. وفي من يعني الدكتور حسن السلوادي كان هو مدير الدار زمان، قدر يحقق بعض هذه المخطوطات، وأصدرنا كتب في تحقيق هذه المخطوطات. فعندنا مخطوطات وفي لها غرفة خاصة، يعني أدوات وأجهزة خاصة اللي نحافظ عليها من التلف. وبرضو ست هند بعتت جماعة على تركيا درسوا كيف يرمموا وكيف ينطفوا هذه الكتب من الحشرات، الكتب القديمة. حتى الكتب هي كانت هدية من أهالي القدس، مزبوط؟ في مكتبة عارف العارف عندنا، ولي للمكتبة أنا بحكي هلأ على المخطوطات. المخطوطات برضو من أهالي القدس. أما في عنا مكتبة عارف العارف، عنا مكتبة الله يرحمهم كلياتهم الدكتور إسحاق موسى الحسيني، فوز اليوسف، إسحاق درويش. طيب يعني كتير من أهل القدس
قبل ما يتوفوا مرات بيوصوا بكتبهم أو ورثتهم بجيبوا كتبهم بقولوا تاخدوها، طبعا بناخدهم. جميل جدا ست ماهر، يعني سؤال بيتبادر للذهني، مش بالساهل اليوم مؤسسة بتخدم القدس والمقدسيين توقف على حيلها، فكيف قدرت مؤسسة دار الطفل العربي تصمد أمام كل الضغوطات وحتى الملاحقات اللي طالت شخصك الكريم؟ الحمد لله الحمد لله. شوفي لما بنقول وما توفيقي إلا بالله، اللي الله معاه لا تخاف عليه، الله معانا، شايفنا بنربي أيتام وبندير بالنا عليهم وبنخدم البلد، بنخدم فلسطين، بنخدم مش بس القدس. نحن كان عندنا أيتام من غزة، يعني أنا سنة ما استلمت دار الطفل كان عندي 300 يتيمة في دار الطفل. لما سكروا قطاع غزة الاحتلال راحوا 150 بنت على غزة ما رجعوش، فالرقم نزل ل 150. لما بطلوا يعطوا تصريح لأهل القدس لأهل الضفة يجوا يزوروا بناتهم برضو العدد قل. في سنة من السنين كان عندي 7 بنات وخمس موظفات، 5 موظفات لسبع بنات، بس ما سكرتش القسم لأنه أنا بعرف أنه في عنا أيتام كتير وإنهم بحاجة، مش بس اليتيمة، في حالات اجتماعية. ست ماهرة عم بيحكوا لي أنه خلص الوقت، أخيراً بدي أسمع من حضرتك وصية الله يعطيك طول العمر بتوصي فيها الأهل القدس. إذا بنفعش تاخدوني بس ربع ساعة، أنا ببرم كتير. كنا نحكي عنا تاريخ القدس كله بحوزتك. الحمد لله. أنا بقول لكل شخص في فلسطين، اخلص في عملك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتقنه من قلبه، يعمله بإخلاص، مش يستنى إيش بده يجي من وراه، شكر ولا مصاري ولا إشي. لا، ما تفكر بهالإشي هذا، فكر إنك أنت بتخدم ببلدك، وهذا الخدمة الله سبحانه وتعالى بده يكافئك عليها. ست ماهرة، يعني أنت ماهرة في الحفاظ على مدينة القدس. الحمد لله. أشكرك، يعني اسمي بنطبع علي ولكن من اسمك كل النصيب. الله يخليك. أنا بدي أشكرك رئيسة مجلس أمناء مؤسسة دار الطفل العربي، نورتينا وأثريتي صباحنا. رسالة عيوننا إليك أنه تعلم في صغرك وأنقش في حجر القدس وأترك بصمة خالدة، هي خليها زي ماء السبيل تروي عطش القدس عربية وأيضا عاصمة فلسطينية. خلينا نروح لفاصل ونرجع لنكمل باقي فقرات دنيا يا دنيا.